وضع البلد قبل ما تتحمسوا لانه بين الحماس على وجوهكم وتجاوبوني، انا رح اعطيكم ثلاث احتمالات. اللي شايف انه لبنان بلد للكاب بدي منه يرفع ايده. اوكي. اللي حاسس انه لبنان بلد بيعقد كمان يرفع ايده. واو. اورايت. اللي مش مقتنع انه نحن بلد اصلا وانه نحن قرطة عالم مجموعين كمان يرفع ايده. ليك فوق كثير منيح. على فرض انه نحن قدرنا نعد الايدين اللي انرفعوا، على ارجح رح يطلع معنا نتيجه تشبه شيء اللي على الشاشه، وبنكون بهالعمليه طبقنا مثال، طبقنا مفهوم عفوا اسمه wisdom of the crowd او بالعربي ذكاء الجمهور. هذا المفهوم نشأ من علم النفس الاجتماعي، وتعريفه كثير بسيط، انه اذا انت عندك سؤال وبدك جوابه احسن لك تسأل مجموعه من الناس من انك تسأل شخص واحد، لانه الناس رح يعطوك جواب ادق وافضل، حتى لو كان هذا الشخص اللي رح تسأله هو انسان محترف او انسان بتوثق فيه كثير مثل امك او صاحبتك او مرتك، على فرض انك توثق بمرتك. بس هذا المفهوم منه جديد، بلش من 100 سنة تقريبا. سنة 1906 مدينة بلايموث البريطانية قرروا يعملوا مسابقة. طلبوا من الناس انهم يحذروا وزن تور قبل ما يذبحوا، تعرفوا ايام عياد. 800 شخص اشترك بالمسابقة وكل واحد عطى جواب شكل. بس انهار كمان ثاقبت كان هذا الشخص موجود، سير فرانسيس غولتون. سير فرانسيس هو عالم وباحث بريطاني وقربته اللزم لتشارلز داروين، وحب انه ما يشترك بالمسابقه، قرر يقعد على جنب ويحسب معدل 800 جواب، وطلع معه انه المعدل فرق باوند واحد بس عن وزن التور الحقيقي. راحت الايام واجت الايام وصار في ابحاث ودراسات كثير عن مفهوم ذكاء الجمهور، واليوم بنشوف منه امثله بحياتنا، مثل لما مشترك يطلب مساعدة الجمهور على برنامج من سيربح المليون، ما بعرف مين مذكره، أو لما تشوفوا الناس شو قايلين عن كتاب معين قبل ما تشتروه من أمازون. هاي كانت قصة الجمهور وذكاء، بس خليني أخبركم عن قصتي أنا. مذكرين السؤال اللي سألتكم إياه أول شيء، كيف وضع البلد؟ هذا السؤال كان محيرني، مش بس محيرني لإلي، محير كتير ناس مثلي، بس الأسوأ من هيك انه لما انا نقلت على لبنان من سنتين، امي كانت كل يوم تسالني: ماما كيف شايفتي الوضع بلبنان؟ ماما بتفكري ترجعي؟ انا ما كان عندي القدره انه اجمع جمهور مثل ما نحن مجموعين اليوم، بس فكرت وين ممكن لاقي اكبر عدد من اللبنانيه وبمحل واحد. وين بدكم تكونوا يعني؟ يا فيسبوك يا تويتر. شوفوا هن شو كان جوابه. أيها اللبنانيز بيبل، الله لا يحطكم بديار حدا. ما في إلا أخبار زفت، بلد ما في إلا الاشتباكات، لبنان بلد معفن، كل واحد فاتح حسابه. هلا إذا بنرجع لمفهوم wisdom of the crowd، معناتها جواب الجمهور بيقلنا إنه ما في داعي نعذب حالنا، لأنه لبنان بلد ما في منه أمل. لحظة، قبل ما نعتبر انه هيدا هو الجواب النهائي، لازم تعرفوا انه لنقدر نعتمد على ذكاء الجمهور في ثلاث شروط. اول شرط، كل انسان بالجمهور لازم يكون عنده راي مستقل بذاته ومختلف عن راي الشخص الاخر. وثاني شرط، انه الجمهور لازم يكون متنوع ومن كل اطياف المجتمع. وثالث شرط، أن الجمهور يتعرض، مش يتعرق، يتعرض لأكبر كمية من المعلومات. هلأ للأسف هذه الشروط مش على طول تتوفر،
وهالشي بيرجع لسببين. أول سبب لقلقين. شكلكم عارفين عن مين عم بحكي. بس اللقلقين هون تعريفهم ناس مش بس بيحكوا كتير. بيحكوا كتير بس من وراء الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي صار رأيهم يوصل أسرع ولعدد ناس أكبر بفترة زمنية كتير قصيرة. معناتها لما أنتوا تكونوا مفكرين أنه عم تاخدوا جواب جمهور، على الأرجح تكونوا عم تاخدوا جواب فرد أو مجموعة كتير صغيرة من الأفراد بس رأيهم مكرر كتير. هلأ بتقولولي شو فرقاني معي أنا قديش عم بيحكوا وشو عم بيحكوا، ما أنا على الأرض وشايف، كلنا شايفين شو عم بيصير. بس أنتم متأكدين أنكم عم تشوفوا كل شيء؟ خليني أعطيكم مثال. من شهرين طلع شخص أعلن أنه عائلته أسست جناح عسكري، هيدا الجناح خطف 30 شخص. شو صار؟ 9 محطات لبنانية حكت عن الحدث، آلاف وآلاف الدقائق من التغطية الإعلامية وكلها بأوقات الذروة أو البرايم تايم، يعني من خلال الأخبار ومن خلال البرامج السياسية لما كلنا كنا عم نحضر. بس بنفس الجمعة اللي صار فيها هذا الحدث، أنا كنت بمطعم بالحمرة مجموعة مع 3 أشخاص وكانوا عم بخبروني عن مبادرة هني قاموا فيها قدروا من خلالها يأمنوا 1200 وجبة ل 1200 شخص جعان بلبنان. شو صار؟ هيدا الحدث اللي هلأ زقفتوله اتغطى من محطة إعلامية واحدة بس لمدة 2 دقيقة و15 ثانية على برنامج كله على بعضه نص ساعة وبينعرض على 4:30 لما ما في حدا بالبيت عم بيحضر اصلا. ومثل ما هودي 3 اشخاص ما قدرتوا تشوفون، تخيلوا كم شخص غيرهم فيه بلبنان عم بيشتغلوا لمصلحه لبنان كمان ما قدرنا نعرف عنه او عنا شيء. خلينا هلا اخبركم عن السبب الثاني، العاطفيين. العاطفيين ناس حنين، بس مشكلتهم أنه بهمهم يحسوا بالانتماء لمجموعة. هاي المجموعة ممكن تكون الرفقة، ضيعة، العائلة، الحزب. هالشي كتير مهم بالنسبة لهم لدرجة أنهم منهم مستعدين يعترضوا على رأي المجموعة خوفاً من أنه هالمجموعة تطردهم. مش بس هيك، بيتبنوا رأي المجموعة على أساس أنه رأيهم وبينشروه. حط العاطفيين واللقلقين مع بعض بيطلع عنا حالة اسمها القلودين. القلودين هن ناس بيتصرفوا على أساس الهيرد منتاليتي، هذا كمان مفهوم نشأ من علم النفس الاجتماعي أو فكر القطيع بالعربي وبيعتمدوا عليه. وفي كتير أمثلة من هذا المفهوم، أبرز هذه الأمثلة سنة 2009 لما مستثمرين إصابتهم حالة رعب جماعي وقرروا أنهم يخلصوا من أسهم الشركات المفلسة والمربحة بدون ما يحللوا الوضع. طب شو الحل؟ شو بنعمل؟ نعزل حالنا؟ بتسكري حسابك على فيسبوك؟ بلغي حسابي على تويتر؟ نطفي التلفزيونات؟ بتبطل تسأل مرتك؟ صعبة. الحل أبسط من هيك بكتير. الحل هو استراتيجية شين شين شين. وبأكد لكم إنه ولا شين من اللي رح أحكي عنه خاصة بالشين اللي عم تخطر على بالكم. حسيتكم لأنه هيك سكتوا. أوكي. الاستراتيجية هي شك، شكل، شارك. شك، ثانك يو. شك بمصدر أي خبر حتى لو كان من 1000 شخص، بس تأكد إنه مقابل كل خبر عاطل في خبر منيح.
وشكل بمصادر معلوماتك وبنوعية الناس اللي أنت بتتعاطى معهم بشكل يومي. يعني مثلا إذا نحن بنحضر أخبار يمكن صار لازم نقرأ بلوجز أو مدونات، وإذا نحن بنتعاطى بشكل يومي مع موظفين البنوك ومع تجار مش غلط نفتح حديث مع الناطور وشارك الخبر بمسؤولية. مثل ما نحن مننشر الخبر العاطل ومننتقده ومنركب عليه نكت، في مسؤولية علينا أنه نحكي عن الخبر المنيح وننشره وندعمه. وهي استراتيجية ما أنا جاي من فراغ، هاي استراتيجية مثبتة ومجربة، والدليل الأشرفية. لما صار انفجار الأشرفية كل قنوات الإعلام التقليدية، راديو، أخبار، تلفزيون، كانوا عم بيحكوا عن الوضع السياسي المنهار والوضع الأمني السيء. بس على مواقع التواصل الاجتماعي كان في ناس مثلي ومثلكم عم بيحكوا عن نشاط المجتمع المدني وعن المتضررين وحاجاته. ولو ما كان في هودي الناس عم بيحكوا عن هيدي النشاطات ما كنا قدرنا نتبرع وندعم ونساعد، وما كانوا قدروا شباب وصبايا لبنان انهم يعالجوا ازمه بهيدا الحجم بهالسرعه وبهالتنظيم، ونامن للمتضررين ثياب، اكل، بيوت وحتى دم. الهدف من استراتيجية الشين شين شين مش انه يصير عندنا نظرة ايجابية اكثر عن لبنان، لا، الهدف انه يصير في عندنا نظرة واقعية ومتكاملة اكثر عن لبنان. بلكي اذا منغير كيف منحكي عن لبنان ومنغير كيف منشوف لبنان، لبنان عن جد بيتغير. ميرسي.